يبدو أن الضجيج الذي لف قانون استعادة الجنسية سيخفت في الساعات المقبلة، وما تقدم به المستقبل وتحديدا النائب سمير الجسر لناحية أعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية لعائلتها سيتم سحبه في الاجتماع الذي قرر الثلاثاء. معلومات الام تي في تقول ان من كان وراء طرح المستقبل هذا هما الرئيس فؤاد السنيورة والنائب سمير الجسر، ولكن هناك في الكتلة من رفض. الاحصاءات دفعت بالوزير نهاد المشنوق والنائب هادي حبيش الى الاعتراض ودفع المستقبل الى سحب هكذا طرح. فهذه مثلا احصاءات عام 2012 تظهر حسب الاقضية ان عدد اللبنانيات المتزوجات من اجانب لغاية عام 2012 يبلغ 76,003، وعليه فان مفاعيل منح الجنسية بنتيجة الزواج من اجنبي او بمعنى آخر الجنسية ستذهب إلى حوالي 380,013 شخص، معدل 5 أشخاص عن كل عائلة غالبيتهم من السوريين والفلسطينيين بحسب الإحصاء. أما إحصاء عام 2014 فيظهر بحسب معلومات للأم تي في أن 99,000 امرأة لبنانية متزوجة من أجنبي، وعليه تكون الجنسية ستمنح لأكثر من 450,000 شخص إذا احتسبنا 5 عن كل عائلة. الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب وضم نوابا من المستقبل والقوات والتيار الوطني الحر والكتائب والوزير بطرس حرب درس بنودا تقنية وملاحظات قانونية في القانون المقدم من القوات والتيار. أجمع بعدها المجتمعون على أن التقدم حصل وبعض التعديلات أدخلت. برأيي أعلنت موقف أنه رح صوت عليه، وبرأيي أنا شخصيا أنه مسألة الإعطاء الحقوق للمرأة تعطي لجوزها أنا شخصيا لن أصوت عليه، في له أسبابه، وبرأيي أنا خلص هذا موضوع صعب صار يمشي. ليه المستقبل طرحوا؟ ما طرحوا المستقبل للتوضيح، لأول شيء لم يقدم بشكل رسمي. فكرة طرحت من قبل النائب سمير الجسر وفكرة تناقش، ولكن في أراء، ناس بدها تقول إيه، ناس بدها تقول لا. أنا من الناس اللي بدهم يقولوا لا. في نقاش حول شروط مين بحق له، شروط العميم تنطبق مين بوقتها، كانوا هيدا الموضوع اللي صار في نقاش حوله، وبدي اخ نحن عم نبادر افكار لنقنع بعض، وبعتقد قدمنا بمرحله الاقناع، والهدف من هذا الاجتماع انه كل الكتل توافق على النقاش، مش نروح بعمليه تصويت. وبعتقد انه من هالناحيه نحن يعني طلعنا اليوم بانطباع ايجابي اكثر مما كان عليه النقاشات السابقه. النواب سيبحثون الثلاثاء اذن عند 12:30 ظهرا في الملاحظات التي وضعت، وسيدرسون طرح الجسر ايضا الذي من غير المستبعد ان يسحب.